عالمجد دربيت سوريا عروس العرب الحلوة والمجد بيعرف سوريا قلعت أبطال ونخوة أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا مزارع عجنود الفلاحين عشبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين مرسومة بالمزارع عجنود الفلاحين عجبين الضو الطالع من عسكرنا بتشرين أرض الحرية سوريا أحلى غنية سوريا أرض الحرية سوريا وأحلى غنية سوريا يا رب احمينا وقوينا حتى نحميا عالمجد ربيا سوريا عروس العرب الحلوة والمجد بيعرف سوريا قلعت أبطال ونخوة عالمجد ربيا سوريا عروس العرب الحلوة والمجد بيعرف سوريا قلعت أبطال ونخوة أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا أرض الحبايب سوريا ورجوع الغايب سوريا يا رب تحمينا وقوينا. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية ويسعد صباحك سلمى. صباح الخير نور. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا يوميا. بنطلع عليكم من عاصمة الياسمين دمشق بتمام الساعة 9 صباحا بمجموعة من المواضيع اللي بتهمكم بتلامس حياتكم اليومية. اليوم مواضيعنا كتار وضيوفنا مميزين رح نتابعهم، بس بدي ارجع اصبح على زميلتي سلمى. يسعد صباحك نور. صباح الخير لكل يلي عم بيتابعنا واللي انضملنا بمحطاتنا الصباحية. اكيد نجدد الشكر لمطعم بيرلاند على استضافته صباحنا غير. يوميا بيكون معنا مواضيع بتخصكم ان كان اجتماعية او حتى للمساحة الطبية وايضا الابداعات للشباب السوري. كل هالمواضيع بالتفاصيل بعد الفاصل. مع استمرار جائحة كورونا العالمية، يمكن أهم العوامل للتصدي لهي الجائحة هو الحفاظ على جهاز المناعي قوي. كيف فينا نحافظ على الجهاز المناعي يبقى قوي؟ كيف فينا نتلافى بعض الأخطاء للحفاظ على قوته؟ خلونا نتابعه بالتقرير التالي. قد يكون الشخص الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بعدوى متكررة، كون جهاز المناعة مسؤول عن حماية الجسم من الغزوات الخارجية، وهو يتشكل من خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة ومكونات أخرى بما في ذلك الأعضاء والعقد الليمفاوية. يمكن للعديد من الاضطرابات أن تضعف جهاز المناعة وتتسبب في إصابة الشخص بنقص المناعة، ويمكن أن تتراوح هذه الاضطرابات من خفيفة إلى شديدة، بعضها تكون موجودة منذ الولادة، بينما ينتج البعض الآخر من عوامل بيئية كالفيروس العوز المناعي البشري وأنواع معينة من السرطان والتهاب الكبد الفيروسي. أبرز علامات ضعف المناعة في الجسم: العارض الأساسي لضعف الجهاز المناعي هو التعرض للعدوى، ومن المرجح أن يصاب الشخص الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة بالعدوى بشكل متكرر أكثر من الأشخاص الآخرين. قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة أيضاً للإصابة باضطرابات المناعة الذاتية، التهاب الأعضاء الداخلية، اضطرابات الدم كفقر الدم،
مشاكل في الجهاز الهضمي كفقدان الشهية والإسهال والتشنجات المعوية، تأخر النمو والتطور عند الرضع والأطفال. نصائح لتقوية جهاز المناعة. النصيحة الأهم التي يوصي بها مراكز السيطرة على الأمراض هي التأكد من النظافة الجيدة التي تشمل غسل اليدين وبشكل متكرر، وتجنب الأشخاص المرضى والاقتراب منهم أو مشاركتهم حاجياتهم الخاصة. رح نبدأ أولى محطاتنا نور، واليوم رح نبلش مع الفقرة الصحية. السكري أو المرض الصامت اللي بيرافق حياة الإنسان من بداية الإصابة فيه بيغير نمط حياتنا، والناس بتدور على بدائل لحتى تخفف من الأخطار اللي بتصيب طبعا المريض بالسكري. ممكن تكون البدائل هي التوقف عن السكر أو في بدائل للسكر. شو صحة هاي المعلومات وكيف ممكن يكون نمط حياتنا صحي خلال الإصابة بمرض السكري وغيرها من المعلومات، وأيضا تحدي أسبوع بلا سكر؟ عن هاي الفكرة وغيرها من الأفكار رح نحكي اليوم باستفاضة مع ضيفتنا الدكتورة نور مانسترلي، أخصائية بالصحة العلاجية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتورة نور. صباح النور سلمى. صباح النور نور. صباحك نور. تحدي أسبوع بلا سكر طبعا. كنا عم نحكي أنا وياكي تحت الهواء قديش في فعلا فينا نتوقف على السكر الأبيض، قديش فينا نحافظ على نمط الحياة الصحي، بس صعبة. يعني في كتير من الناس عم تتابعنا بتقلك أنا بحاول بس ما عم أقدر. خلينا نحكي عن البدائل الصحية للسكر، شو هي والمفيدة، لأنه في بعض البدائل هي للأسف كمان مش مفيدة. نور، أسبق في دراسات عملت على الجرذان هنن كتكوينة جسمهم هي أقرب شيء لجسم الإنسان، عشان هيك أكثر شيء بيعملوا دراسات عليهم. فعملوا دراسة شو بيصير بالجرس لما نحن بنقطع عنه السكر. فاللي تبين انه نحن اول شيء بصير عنا خمول وتعب ووهن، هيدا نتيجة قلة السكر. ليش؟ ما عاد قلنا حيل نعمل شيء، لانه السكر هو بيعطينا طاقة. لما نحن بناخد سكريات شو فينا، نحن عنا طاقة، عنا باور، بنتحرك، بكون عنا هيك حيوية. بس ينفقد عنصر السكر من الجسم، نلاحظ انه صار عنا هيك كسل بالعضلات، ما عاد قدرنا انه نشتغل اي شغلة، وصار عنا هذا الوهن. هلا هاي الدراسة كمان أثبتت قدي إدمان السكر هو من أخطر أنواع الإدمان، حتى أخطر من إدمان النيكوتين وأخطر من إدمان الأنواع المخدرة على الجسم. ليه؟ لأنه نحن لما بنحس بهي الطعمة الحلوة فبنضل بنتذكرها، العقل الباطن بضل بيتذكر هذا النوع من النكهات، فبضل بيجذب هذا الشيء، بيضل. يعني ما بنكتفي من قطعه شوكولا، بصير بدنا لوح شوكولا. ما بنكتفي من مثلا من قطعه هي بلك بلش بقطعه صغيره وبعدين بيطلع بالصحن كله 100%. فهذا هي الدراسه بتورجينا قد ايه هي خطوره السكر على صحتنا. هلا في بدائل كثير، وكلياتنا بنقول انه نحن اذا قطعنا بس السكر الابيض فهذا الشيء منيح. نحن ما بنحط سكر يعني مضاف على المشروبات، ولكن احنا عم نتناول بطريقة غير مباشرة لكمية كبيرة من السكر خلال نهارنا، ان كان من الخبز، ان كان من النشويات اللي هي معكرونة، رز، الاشياء اللي يعني النشويات المعقدة. فنحن لمجرد بدلنا الخبز الابيض هو نفس الخبز الاسمر، كل مره بنرجع بنعيد هي الفكره، لانه شوي العالم بيقولوا لك لا ما في انه في فرق كبير بيناتهم، هو نفس الشيء. بس في طعمه الحلاوه، الفرق بين الخبز الابيض والاسمر لانه مضاف له سكر. فنحن لمجرد انه عم نقول ما عم ناخذ سكر بالشاي او بالقهوه او بالمشروبات، بس عم ناخذ خبز ابيض، فنحن عم ناخذ سكر غير جيد. لما عم ناخذ نشويات كميه كثير كبيره فعم ناخذ سكر غير جيد. فنحن السكر مو بس السكر الابيض، هي السكريات الموجوده بكل النشويات. بالهرم الغذائي لما بنقول نشويات كمان مو هي رز ومعكرونه وخبز وهيك، لا، هي كمان بالهرم الغذائي الفواكه والالياف والخضار تعتبر من النشويات. فكمان نحن لما بناخذ قطعه فواكه كانه عم نفوت سكر.
بس هون بدنا ننتبه على شغله انه اكيد السكر الموجود بالفواكه هو سكر جيد فنحن بنقدر نتناوله بس كمان بكميات تماما. لما بدنا نقول تحدي اسبوع بلا سكر مو يعني بس سكر مضاف يعني هو السكر الابيض، لا، لما بدنا نقول هيك يعني نحن حنحاول نبتعد عن جميع انواع النشويات بس ناخذها من المصادر الجيده مثل الشوفان، بدل ما ناخذ خبز ناخذ شوفان، بدل ما ناخذ نحلي اي مشروب بالسكر. هلا انا ما بفضل بالعسل لانه حتى العسل فيه نسبة عالية من السكريات، فجسمك والعقل الباطن تبع الجسم بيضل بيتذكر هاي النكهة، فنحن لنحاول نقطعه بشكل كامل بدنا نعمله شيء تدريجي اول شيء وهذا اللي كان بدي اسالك عنه، انه ما فينا اي شخص فجأة يقطع تناول السكري لانه له اضرار حتى لو ما كان شخص مصاب بالسكر، اضرار انسحابية مثل ما نحن بنقطع الدخان، مثل كأنه شخص مدمن عم يدمن شيء وعم تحاولي تبطلي له اياه. شو البدائل الطبيعية اللي ممكن الاشخاص طبعا يستخدموها بشكل يومي بالتدريج لحتى نوصل لمرحلة اللي هو عم ناخد شيء معقول، سواء كنا أشخاص غير مصابين بالسكري أو أشخاص مصابين بالسكري؟ هلا مثل ما قلنا أنه نحن يعني المعالق أول شيء بنخففها، اللي بحط 3 معالق بتصير 2، الأسبوع أسبوعين بعدين بصير معلقة، بعدين بحاول ينهيها بشكل كامل. هلأ المحليات الصناعية هو شيء مؤقت وليس دائم، يعني مثل كثير أنا ناس ما بتفضل السكرين، يعني بتقول لك كمان له أضرار، له أضرار طبعا صحيح. على المدى البعيد هذا الشيء كلياتنا بنعرفه، بس نحن في شيء أخف من شيء. يعني أنا مثلا شخصيا أنا ما بشرب قهوة أبدا ولا بشرب أي نوع من أنواع الكافيين، من ضمن عملي مفروض اني اشرب قهوه لحتى ضل عندي طاقه، اول شيء لحتى اتقبل القهوه صرت احط لها سكر بس ليكون طعمه مستساغ، بعدين لقيت حالي اذا معلقه سكر من هون ومعلقه سكر من هون بده يزيد وزني فاستبدلته بالسكرين. هلا عن جديد قررت انه حتى السكرين ما عاد بحطه باي مشروبات، اول مره لقيت الطعمه، مره ثاني مره ثالث مره بلشت استساغ طعمه القهوه بلا سكر، وهيك بكل شيء. نحن بنقول بدل ما ناخذ مثلا 4 قطع فواكه بناخذ قطعه كيك، هيك الشخص بينه وبين حاله بيقول، فلا نحن ما فينا نلغي شيء ونعوضه بشيء، نحن بناخذ سكريات وفيتامينات وبناخذ طاقه من الفواكه فما فينا نلغيها بشكل كامل. تماما، فينا نستخدم الفواكه المجففه بكل انواعها ما عدا الكرامبري اللي هو العنب الاسود البري او التوت لانه فيها نسبه سكريات جدا عاليه. فينا ناخذ 3 حصص للاشخاص المصابين بالسكر، 3 حصص يوميا من الفواكه، يعني 3 قطع كامله من جميع انواع الفواكه الا التوت وقلنا العنب البري. فينا نستبدل كمان السكر بدبس الخرنوب يلي هو اقل سكر بيعطي شويه حلاوه، بالاضافه انه هو ما بيعملنا اي اثار جانبيه ولا اي مشاكل. دبس الخرنوب بينعمل من نبته الخرنوب، طبعا بالطب البديل بيستخدموا هذا النوع من السكريات كبديل عن السكر. العسل نستخدمه ولكن انا ما بفضل انه نضيفه للشيء السخن، بفضل انه نتناوله بس معلقه واحده بالنهار لناخذ منه الطاقه. السكريات البديله قلنا كمان انه نحاول نبدل اي شيء ابيض بشيء اسمر كالرز، بالرز الاسمر او البرغل، البرغل كثير فيه فوائد كثير وفيه الياف كثير عاليه. هاي الشغلات الصغيره صرنا بنعرفها، بس الشيء اللي ما عم نعرفه انه نسبه البروتينات العاليه لما بنتناولها بكميه كثير كبيره بتعمل رد فعل عكسي على الجسم انه نحن ما عاد نطلب سكريات، كل ما كثرنا بروتينات بصير امتصاصنا وطلب جسمنا للسكريات أقل. وكل ما شربنا مي بصير كمان طلبنا للسكريات اقل. هاي العملية او فينا العملية البدائلية فينا نقول عنها، اذا بنتبعها بحياتنا اليومية باسبوع تحدي بلا سكر او بلا هاي الحملة، اذا مريض سكر او هو مريض او شخص طبيعي، فنحن اكيد بنوصل لحياه افضل وصحه افضل صحيح. لانه بالنهايه السكر ادمانه كثير صعب واثاره الجانبيه على صحتنا كثير خطيره. ذكرتي تحدي اسبوع بلا سكر، خلينا نحكي بلش العد التنازلي لهيدا التحدي، خلينا نحكي عن الحمله والهدف منها. هلا اطلقت وزاره الصحه هي الحمله
لتوعية صحية أكبر، لأنه نحن هي حملة عالمية على فكرة تنويه. نحن يمكن العالم اعتبروها بادرة جديدة بسوريا أنه نحن نعمل هيك شيء، هيك نوع من الحملات، وإنما هي حملة عالمية وكل دول العالم تعملها. يمكن صار هيك إشارات استفهام لأنه جديدة على البلد أنه نعمل هيك نوع من الحملات، بس نحن لازم نوعي الشعب على لأنه نحن ضمن هالعشر سنين الأزمات والظروف الراهنة وتحملنا كتير الصراحة، فإنه بيقول إنه الشخص إنه يلا فش خلقي بالأكل، الأكل متعب بالنهاية، وهو هالعمر ومرة بنعيشه، فما حأحرم حالي من الأكل. هو هذا الشيء غلط، ولا كمان بلا سكر. ما بقول بلا سكر بشكل كامل، بس إنه من فترة لتانية. فهي هي حملة عالمية، وبكل دول العالم أوقات بيعملوا حملة أسبوع بلا سكر، أسبوع بلا ملح أو هيك، أو مثلا دائما بيعملوا ماراثونات مشي لنعلم الناس إنه لازم نحن نمشي أو نتبع الرياضة بأسلوب حياتنا. فأطلقت هي الحملة تحت عنوان تحدي أسبوع بلا سكر، بيبدأ اعتبارا من 12 الشهر اللي هو بكرة الجمعة ل 19 الشهر. طبعا ننوه بلا سكر مو بس سكر ابيض، 100% كل الاكل. هلا شفتي انا لما عملته، انا عملت هذا التحدي كتجربه شخصيه بوقت الكورونا، اول ازمه الكورونا، لارفع من مناعه جسمي. قطعت السكر الابيض بشكل كامل، قطعت كل الحلويات، مع العلم اني انا بعترف قدام كل العالم اني انا مدمنه شوكولا. كنت اوقات بشتهيها من فتره للثانيه، بس انا عندي كان ادمان للشوكولا، وبلاقي انا قدرانه افطر واتغدى واتعشى شوكولا، ما اكل اي نوع من الاطعمه، بس السكريات مستحيل اقدر اعيش بدونها. باول كورونا السنه الماضيه بشهر 3 تماما، فاخذت قرار كثير صارم بحياتي اني انا وقف سكر بشكل كامل، وقف حلويات، وقف فاست فود، ووقف خبز ابيض. وفعلا انا بقيت 3 شهور 4 شهور، هلا رح اقول لك كل هدول بده يوقفوا، شو رح ياكل؟ انا 3 شهور 4 شهور وقفتهم. اول شيء صار عندي لياقة بدنية جدا عالية، صار عندي بشرتي صارت صافية كثير، صار عندي كان عندي خمول وتعب، صار عندي دائما نشاط دائم، ما اتعب، حس تنفسي احسن، اقدر العب رياضة بشكل افضل، كل شيء. اثار جانبية توخيت، حتى مناعتي كثير قويت، وما عاد حتى لما انا انصبت بالكورونا فما كان عندي هالاثار الجانبيه الفظيعه مثل باقي الاشخاص لاني رفعتها مسبقا. فنحن لما بنقطع سكر بترتفع مناعتنا. طبعا الماراثون مثل ما قلنا بينطلق من وزاره الصحه اللي هو بساحه النجمه لساحه الامويين، طبعا حيتم من خلاله قياس السكر لكل الاشخاص، قياس الوزن، تشخيص الحاله بشكل عام، الحاله العامه، بالاضافه انه حيكون في معنا اطباء موجودين هناك كسبيكر يعني لنشر التوعيه الصحيه ضد مرض السكر والاثار الجانبيه لمرض السكر. شو الهدف كان؟ طبعا هو حمله تحدي بلا سكر، هو حمله من عده حملات، يعني هو برنامج من عده برامج راح تطلقها وزاره الصحه قريبا كمان، لنشر التوعيه ونشر البرامج الصحيه والتثقيفيه لدى الاشخاص. يمكن احنا بحاجه غير مصابين بحاجه بهذا الوقت لكثير من هالانواع من الحملات، يعني مثل ما قلتي هذا النوع من الحملات هو عالميا كمان. كل فتره، ويمكن هلا في ارتفاع بنسب الاصابه بالسكري بدول العالم بشكل كبير، وحتى عند الشباب، يعني صرنا عم نشوف هلا سكري الشباب صار منتشر بشكل كبير، وفي اشخاص ما بيعرفوا، او مثلا بيقولوا مستحيل هي الاعراض تكون اعراض سكري، انا شب لسه بكير علي. سلمى فبيتفاجئوا. تتخيلي انه مرض السكري هو رقم 4، هو بياخذ المرتبه الرابعه بالوفيات حول العالم، ومرض القلب بياخذ المرتبه الاولى بالوفيات بالعالم. بس مرض القلب ما بنوصل له بس انه نحن بناكل ملح وبناخذ، لا ممكن يكون مصابين بالسكري ايضا. 100% مرض السكر بيؤدي لمرض القلب، ومرض السكر بيؤدي ارتفاع ضغط الدم ولتصلب الشرايين ومشاكل بالكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول، واذا ارتفع الكوليسترول وصار في
ستروك بالشرايين، فنحن بيسبب لنا جلطات وخصوصا عند الشباب، والجلطات عند بعمر الشباب هي قاتله. فنحن بهذا العمر، عمر الشباب نحن بنعتبره لل 60 سنه، يعني نحن هيك ما حددنا قديش عمرنا، بس عمر الشباب لل 60 سنه. فنحن هي خلال هالفتره الزمنيه كلياتها تخيلي تراكمات السنين، يعني من لما كان عمرنا سنه سنتين اهالينا بي 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 بيعطونا جائزه اذا قعدنا عاقلين ناخذ شوكولا. انا بتذكر اهلي كانوا يقولوا لي اذا بتروحي عند دكتور الاسنان وتضلي عاقله وما بتبكي فحنطالعك نطعميكي ايس كريم او حنطعميكي شوكولا. فكان انا عندي اربط السكر كجائزه، فدائما اقول انه انا اذا بدي اكل اهلي بدهم يطعموني هذا النوع من الاطعمه، فمعناتها هو مكافاه على الشيء اللي انا عملته. اذا جبت 10 بالمدرسه فالي جائزه حلويات. هي نقطه كثير مهمه مع الاطفال اليوم. طيب. بالختام يعني لو هيك سريعا، قديش فيني بلش مع طفلي وهو صغير لعوده ما في سكر بالحياه؟ يعني انا عندي بنت سنتين بحاول قد ما فيني بعد عنها السكر بشكل كثير كبير، بالمقابل بتلاقي حدا عم يقول لك لا انه حرام يعني اعطيها شويه شوكولا، مع انه هي ما عم تعرف انا اللي عم اعرف عليها. قديش فيني فعلا العب بالنظام الغذائي للاطفال من هن صغار؟ بدي كمان نوه على شغله انه الشوكولا نحن ما بنسمن من الشوكولا على فكره، شوكولا هي اكيد فيها زبده فبتسمننا، بس نحن فينا نعود اطفالنا نعطيهم شوكولا بس بدون سكر، لانه السكر المضاف بالشوكولا هو اللي بيعمل لنا زياده الوزن وبصور بالوجه. فينا نعطيهم من الكاكاو، يعني ما نعودهم من نحن وصغار على الطعم الحلوه، دائما مش فقط نعود الشوكولا، البونبون، المصاصه اكيد، والجليبون، هدول الجلي اللي نحن بنعمله حتى بالبيت، الحلويات اللي بنعملها بالبيت نحاول نستبدلها بشيء اكثر افاده لجسم الطفل والصغير والكبير. السكر الابيض للاطفال بيعمل لهم تسوس بالاسنان على عمر بكير، فكمان بيأذي الاسنان حتى لو هن فرموا الاسنان اللبنيه بصير عندهم مشاكل باللثه، بصير عندنا صحه الفم كثير سيئه، بصير كمان بتنطلق رائحه من المعده كثير سيئه نتيجه تناول كميه كثير كبيره من السكريات. الاطفال جاني ولد بعمره 12 سنة بيتناول كمية كتير كبيرة من السكريات، للصراحة خطر ببالي اطلب له تحليل السكر وخضاب السكر، طلع هذا الطفل مصاب بمرض السكر. فتخيلت الاهل انه لا مستحيل انا ابني يكون معه سكر، انا ما كذا. طب انت لما عم تحط قدامه قلت له اكل شيء قبل التحليل؟ قال لي ايه اكل نص كيلو شوكولا. انتبهت هيك، طب اذا الاهل ما عندهم هذا الوعي انه يعملوا يوقفوا اولادهم عن تناول هيك نوع من الاطعمه، كيف اولادهم يطلعوا صحيين لبعدين؟ ونحن دراسه كمان عالميه بتقول انه كل شيء عادات بنعملها بحياتنا اليوميه بتتخزن بالعقل الباطن وليس بالذاكره، فالعقل الباطن بحاجه لتغيير هي العادات اللي نحن مكتسبينها من 21 يوم ل 40 يوم، فنحن بدنا نتحمل اول اسبوع بيكون كثير صعب علينا لنترك اي عاده ان كان سكر او اي شيء ثاني بالحياه، بدنا اسبوع، اول اسبوع بيكون كثير صعب، ثاني اسبوع ببلش الجسم يتاقلم انه بلا هذا فرضا، ثالث اسبوع 100% حيوقف على طلبه، بعد اليوم رقم 40 مستحيل اتذكر هذا النوع من الاطعمه. لهيك انا قدرت اني اترك السكر 4 شهور، لانه قطع اول اسبوع كثير صعب، صرت اعصب، صار راسي يوجعني، صار عندي خمول مثل ما قلنا، وجع، اعتلال بالاعصاب، ما عاد قدرت اول شيء اعمل اي نشاط بدني، ثاني اسبوع بلشت اتحسن، ثالث اسبوع ولا كاني بعرف نوع من السكر. مشان هيك بقول من نحن وصغار نعود اطفالنا انه ما يستسيغوا هذا الطعم حتى يقدروا وما نربطها ما صحية. نربطها سلمى بالجائزه، ان السكريات هي ما لنا جائزه لان الدماغ بيحخزن هاي المعلومه. اكيد يعني معلومات كثير مهمه، وبدنا ندعي كل الناس انها تشارك، ولو حتى اللي بالبيت اللي ما بيقدر ينزل يمشي بالماراثون او صح. يكون مشارك به ونجرب نتحدى، ما بنعرف شو هو، يكون راقوب على حاله يعني مشار على نفسه، يعني هو رح يشارك، رح تشاركي سلمى؟ اكيد رح شارك، رح اشوفها، حاولوا انه مثلا ننزل ستوريات لنورجي العالم انه فعلا نحن ملتزمين، يعني بيبقى نحن لما شخص بيشجع اشخاص كثير، يعني هو اول خطوه اصعب شيء، بعدين نحن اكيد حنوصل للهدف الرئيسي اللي نحن بدنا اياه.
كاتباع نظام صحي متوازن لصحة أفضل بكرة. نتشكرك أكيد دكتورة على وجودك معنا، من نوجه دعوة لكل الناس أكيد اللي عم يتابعونا يشاركوا بهذا التحدي من بكرة ببلش لمدة أسبوع، لأنه فعلا هي الصحة أهم شيء بالحياة، فيا رب هيك يديم الصحة على الجميع. أمين. شكرا هو أي شيء بيروح بالحياة بيتعود، بس الصحة إذا راحت ما بتتعود. صح، شكرا لك دكتورة وتضلي بألف خير. شكرا لك. أما هلأ سلمى بننتقل لمادتنا التالية، بنبقى بالأنشطة اللي عم تشهدها العاصمة دمشق، فقد أقيم حفل إطلاق إصدارات المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة برعاية وزارة التربية بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان للتنمية. التفاصيل مع زميلتنا سمر مومو بالمادة التالية. نحن عم نشتغل على موضوع التربية وعلى موضوع الطفولة المبكرة، وأصدرنا مجموعة كتيبات وأدلة للمشرفين كجزء من محاولة رح تنجح أكيد لتطوير العملية التربوية بدءا من رياض الأطفال والمدارس الإعدادية والثانوية ومن ثم إلى الجامعة. تركيزنا اليوم هو على رياض الأطفال، ونحن خلال العمل الطويل اللي تم مع وزارة التربية بمشاركة خبراء مهمين من داخل ومن الخارج، تم وضع هذه الأدلة وهذه الكتيبات كدليل عمل. الهدف من إقامة الحفل هو إطلاق إصدارات قام المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بإعدادها. في الواقع اليوم هو عرس بكل معنى الكلمة، عرس تربوي فينا نسميه. يتوج الإصدارات التي قام بإعدادها المركز منذ عام 2017 وحتى نهاية عام 2020 في هذا العرس يتوج إطلاقه. المركز الإقليمي يعمل بتشاركية مع كل الجهات التي تعمل في الطفولة، فكان من الواجب أن نكون أهل وكتف قوي يحمل هذا الدعم للطفولة والأطفال في سوريا. فكانت هذه الإصدارات التي تم إعدادها من قبل اختصاصيين مؤهلين بالتعاون مع جهات عديدة، تم تطبيقها على أطفال، على عينة من الأطفال في روضة المركز الإقليمي، وبعد هذا الإطلاق سيتم تعميمها على كل أطفال سوريا. كان لقاء حصد ثمار مركز الطفولة، المركز الإقليمي للطفولة المبكرة، الإصدارات المتعددة التي قام بها والأدلة والأنشطة من حقوق الطفل، منها مهارات الحياة، منها أنشطة مدربات الأطفال، وطبعا نحن في مركز القياس والتقييم شركاء، حيث نقوم بتقييم كل إنجاز سواء في مركز الطفولة المبكرة أو في أي مراكز أخرى. نحن كمركز قياس في وزارة التربية نقوم المناهج والكتب وجميع الأدلة التي تصدر. التشاركية دائما موجودة في كلية التربية مع مراكز تطوير المناهج ومركز الطفولة الإقليمي، واشتغلنا نحن بمجال مهارات الحياة لرياض الأطفال، وكان هو تحدي كبير الحمد لله. كنا عم نشتغل نحن لحتى ننهض بواقع الطفولة، لحتى نحسن ونقدم نوعية حياة أفضل للطفل. إن شاء الله تكون هي الإصدارات قادرة أن تنتشر وتعمل أثر على أرض الواقع بشكل جيد، بحقق فعلا حياة أجمل للأطفال في سوريا. أطفال سوريا يستحقون الأجمل. نبقى بالنشاطات اللي بدمشق، وأقام النادي السوري الدبلوماسي غدا خيري كواحدة من النشاطات الخيرية اللي بيقوم فيها، وبيخصص ريع من هذا الحدث لمنظمة أمال، إيمانا منه بتقديم المنظمة ودعمها في تحقيق غاياتها في توفير حياة ملأة الفرص العادلة للأشخاص ذوي الإعاقة. تفاصيل رصدتها كاميرا الإخبارية برفقة زميلتنا سمر مامو.
أنا بقول لكل سيدة إنه أنت كتير قوية وأنت كتير بتقدري، وأنت لولا وجودك بهذا المجتمع السوري ما قدرنا نتخطى كل الأزمات وكل صعوبات الحرب وكل الصعوبات الاقتصادية لليوم. نحن بحب أقول لك إنه كل المشاركات واللي دعموا هن سيدات لهالحفل اليوم عم نعمله، يلي مقدمين عروضهم أو الهدايا حتى لليانصيب هن سيدات شغلين بورشات بإيدهم. فالسيدة السورية هي سيدة فعلا معطاءة. العمل الخيري هو من الأعمال اللي بتدل على ثقافة المجتمع، اللي بتدل على الوضع الاجتماعي في المجتمع، فهي ضرورة يعني وليست يعني شيء ممكن الاستغناء عنه. فمدى العمل التطوعي ببين النساء بالمجتمع الفاعلات، فهو طبعا أنا بدي حيون لنساء السيدات النادي الدبلوماسي على هذا العمل وعلى هذا البازار والفطور الخيري وجمع كل معظم السيدات من أجل جمعية آمال اللي هي تعنى بالذوي الاحتياجات الخاصة. نحن بيعنينا جدا، يعني هي ثقافة المجتمعية اللي منتشرة حاليا تعنى يعني بتعنينا جدا كمنظمة، بهمها بالخطوة الأولى هو التوعية. مشاركة السيدات اليوم موجودين معنا هي نتيجة هي التوعية اللي صارت سائدة بالمجتمع بالوقت الحالي، إن كانت هي مشاركة معنوية أو حتى مشاركة مادية لحتى نحن نساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه هنا يكونوا بمكان أفضل. مصارعة سومو مثل ما بنعرف هي من الفنون القتالية اليابانية القديمة، لكن هالرياضة اليوم تحولت لمشروع عبر برمجة ريبوت ليكون جاهز للمشاركة والبحث عن خصم في مساحة محددة وبمعايير دقيقة. اليوم معنا طالب سليمان معروف، هو طالب بكلية الهندسة المعلوماتية ضمن الفريق المشارك اللي استطاع تحقيق المركز الأول في بطولة ريبوت السومو. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. أهلا وسهلا فيك سليمان. يعني خلينا نبلش من اسم المسابقة، وتقريبا بنعرف انه هي عن الفنون القتالية السومو، فليش كان هي المسابقة وليه بلشتوا تشتغلوا عليها؟ تمام. هلا كلنا بنعرف رياضة السومو اليابانية هي عبارة عن مصارعين بتنافسوا لحتى يطلع بعض عن الحلبة، فاللي بيبقى الحلبة الأخير هو بيكون الفايز. بال 1989 اليابان ساوت هالمسابقة بس بالروبوتيك، يعني بيكون في روبوتين بيتنافسوا لحتى واحد منهم يوقع الثاني عن الحلبة. تمام. بأول سنة كان في 30 مشارك، وصلنا ب 2019 لأكثر من 60,000 مشارك حول العالم. فالهدف من هذا الشيء هو إنه إظهار قدرات الروبوت بإنه بالقوة والثبات على الأرض لحتى والاحتكاك مع الأرض لحتى يوقع الثاني عن الحلبة. حصلتوا على المركز الأول، على المركز الأول في بطولة الريبوت السومو. خلينا نتعرف على هيدا الريبوت، نحكي عنه أكثر، شو خصائصه وميزاته؟ هلا هذا الروبوت الخليط المعدني استخدمناه فيه اسمه P20. هذا الخليط هو قاسي جدا وبيسمح يكون يتحمل الضربات. تماما. اول شيء بيتحمل الضربات، ثاني شيء نحن بنضطر نستخدم مغانط بقلب الروبوت. هلا الحلبة هي عباره عن حديد سماكته 1.6 ملي، فحتى الروبوت يثبت اكثر على الحلبة نحن بنضطر نحط مغناطيس بقلب الروبوت. والهيكل سويناه من هذا الخليط المعدني بالذات لحتى يحسن يتمغنط بشكل اقوى ويثبت على الارض بشكل اكثر. اكيد. هلا الروبوت معك، فينا اذا بتحب تحمله ونحن عم تشرح اكثر عن اليه عمله وقد ايه استغرق معكم وقت، كم شاب بالفريق؟ هلا بالفريق انا وزميلتي جولان يوسف. نوجه لها التحيه. اكيد نوجه لها تحيه كبيره. تقريبا 6 شهور اللي احنا عم ندرسه وندرس تصميمه، اما تنفيذه بصراحه ما بياخذ اكثر من اسبوع. تمام. هلا هذا هو الخيط المعدني اللي كنا عم نحكي فيه. فينا نرفع شوي مشان على الكاميرا. اوكي. هلا اذا بنشوف من تحت بنلاقي اماكن للمغانط اللي فينا نحطهم. طبعا بهي المنافسه بنستخدم احسن شيء موجود بالعالم. يعني اذا عندنا روبوتين
واحد المغانة تبع أقوى من الثاني، المغانة أقوى هو بيفوز. إذا واحد بطلت أقوى من الثاني بطلت هي بتفوز. تمام؟ و يعني فينا نقول إنه هذا الروبوت بيعتمد أساساً على المواد اللي مصنوع منها الروبوت. تماماً، المواد وطريقة التصميم كمان. تمام؟ يعني هلا المغانة اللي عندنا هون من نوع نيودينيوم N52، هي أقوى المغانة الطبيعية الموجودة على الأرض وكتير نادرة. وهذا هو الخيط المدني اللي حكينا عنه. حتى يعني حتى الدواليب مستخدمينها من نوع مطاط خاص جدا. الدورمتر تبعها تقريبا على المقياس دي 62، فهذا بيعطيه صلابه كثير قوي واحتكاك كثير قوي مع الارض. يعني يمكن معايير جدا دقيقه، يعني عم نحكي عن معايير جدا خاصه ودقيقه. قديش فينا نطور هيدا الريبوت؟ يعني نحن عم نحكي يمكن بشكل مستمر ضمن صباحنا غير، عم نستضيف طلاب دائما في عندهم افكار جديده للريبوت بما يخدم اليوم يمكن المجتمع. عم يكون في مثل ما قلنا جلسات عصف ذهني بينكم وبين الطلاب، في امكانيه كنتوا عم تحكوا للتطوروا ليكون في له امور اخرى؟ هلا بصراحه هي المسابقه بالذات هي مو لتطوير لحتى يكون له فانكشن معينه او لحتى يساعد المجتمع بطريقه معينه. بس فينا نقول قاعده هي تماما يعني تماما هي المسابقه هي بتبرز انه الجامعة او الطلاب شو فيهم يقدموا. تمام مثل ما حكينا عندنا شروط كثير محدده، فالكل بتبع الشروط، فانه بدنا نوصل لاحسن. تمام يعني من اي مهاراتنا بهالنوع بمثل النوع مثل المسابقات. وهي بتظهر امكانياتكم وقدراتكم قديش في يعني فعلا يمكن عندنا مواهب وميزات شاب كثير مهمه. سلمى اكيد نور، ويمكن كان بدي اسالك عن الفرق الثانيه اللي تنافستوا معها. تمام. يعني هي المنافسه اكيد هلا انت عم تحكي عن الروبوت وقديش كل حدا عم بيحاول يطور ويدخل المواد، طبعا ضمن كمان في عندنا شح بالمواد، اوقات المواد بتكون كثير صعب لحتى تلاقيها، فبالتالي في دعم اكيد من الجامعه، في دعم كبير لحتى نوصل لهيك منافسات وندخل فيها. مين الفرقه المنافسه اللي كانت قدامكم؟ هلا في كثير جامعات سوريه شاركوا، بس بالاخير انسحب جزء منهم. اكثر في منافسه لنا كان هو جامعه المناره باللاذقيه. تمام. ومثل ما تفضلتي بحب اشكر رئاسة جامعتي على تأمين المواد، يعني يلي كتير بصعوبة حصلنا نحصل عليها، يعني حتى الدواليب مثلا من اليابان جايين لهون. تمام. لهالدرجة بدنا أفضل مواد لهالدرجة. تمام. بس بتلاقوا حلول بديلة؟ يعني أنتم كطلاب دائما بنكتشف إنه مثلا في أمور ما بيقدروا يحصلوا عليها، فلا دائما في عندكم إمكانيات لتلاقوا حلول بديلة. هون التميز والإبداع فينا نقول. تمام. وهي أحلى شيء بسوريا. يعني بسوريا إحنا هون إنه في مواد كتير محرومين منها وما فينا نجيبها، وكتير صعب بسبب الحصار والوضع. صحيح تماما. فبدنا نحسن نطلع بحلول بديلة. يعني أحيانا بنستخدم شغلات ما بيكون لها علاقة نهائيا بالشيء اللي عم نشتغله بالتصميم الأساسي، بس بتوصفوها. تماما. طيب خلينا نحكي كمان عن المسابقة بشكل عام، قديش كان استمرت، قديش وقتها، كيف تقدموا إلى الطلاب، النتائج ما بعد المسابقة، يعني اليوم أنتوا فزتوا بالمركز الأول. بالمركز الأول شو رح يكون العمل بعد هي المسابقة؟ هلا من المفروض إنه نطلع على اليابان ننافس باسم سوريا بمسابقة السومو، أول جابان سومو، بس للأسف بسبب كورونا ما أقيمت المسابقة هاي السنة، فإن شاء الله تأجلت للسنة الجاية. طبعا نحن حنضل نطور هالروبوت لحتى يحسن ينافس على المستوى العالمي، هذا شيء كثير صعب مثل ما حكيت، وان شاء الله بيطلع معنا شيء. ان شاء الله بنستضيفك كمان تكونوا مشاركين مثل ما قلت باليابان مسابقه عالميه وتكونوا حاصلين على المركز الاول. خلينا نحكي عن طلاب الهندسه المعلوماتيه، دائما في عندكم افكار، يعني دائما في من خلال مثل ما قلنا يمكن هي قاعده او بدايه لمشاريع اخرى حابين تنفذوها او حاطين ببالكم انه في مجهود اخر ضمن وقتنا راح نستغل هيدا المجهود بامور اخرى. اكيد طبعا. وبصراحه لا يعني مؤخرا عم نشتغل جامعه سوريه خاصه مع الجمعيه الفلكيه السوريه مع الجامعه الافتراضيه، نحن ثلاثه عم نشتغل على مشروع ان شاء الله كثير 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 حيكون حلو، وحيكون بعد شي 6 شهور ان شاء الله، بس يجي وقت بعد 6 شهور. بدنا نتمنى لكم التوفيق اكيد، ودائما احنا بنرفع راسنا فيكم بكل شيء، سواء كنتوا ضمن القطر عم تتنافسوا بمسابقات وطنيه او حتى مثلتوا سوريا بمسابقات عالميه. شكرا لك، تحيه مره ثانيه لاساتذتك وايضا لزميلتك بالمشروع. شكرا كثير. نتشكرك اكيد طالب سليمان معروف على وجودك معنا، ولكل الطلاب اللي كانوا مشاركين بالمسابقه ولكل المشاركين بهيدا المشروع، نتمنى لكم التوفيق. دائما نحن فخورين بالشباب السوري المتميز المبدع
ضمن ظروف القاهره، يعني عم نقول في حصار في مشاكل، ومع ذلك قدرتوا يمكن تأدوا الريبورت وتنافسوا وراح تنافسوا عالميا. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك. رح نروح هلا لمحافظه الحسكه، واقامت مديريه الثقافه لقاء شعري نسوي تضمن القاء شعر من عدد من السيدات المشاركات بمناسبه يوم المراه العالمي. تفاصيل اوفر صدى مراسلنا بالحسكه احمد الحمدوش. بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، أقامت مديرية الثقافة لقاء شعريا نسويا شاركت فيه عدة شاعرات من الحسكة بقصائد تناولت المواضيع المختلفة التي تتعلق بالمرأة السورية. ضمن مواكبة المؤسسات الثقافية للمناسبات العالمية والمناسبات الوطنية، قمنا بهذا النشاط اليوم أصبوحة شعرية أدبية لعدة أجيال من النساء، وسبقها أيضا كان هناك ندوات قانونية بالتعاون مع الـ UNDP، وقبل أيضا ندوات صحية تعريفية لبعض السيدات على مستوى المحافظة في الحسكة وفي القامشلي. جعلوا للمرأة يوما ولكن كل الأيام لها، هي الأم والأخت والابنة والزوجة والحفيدة والحبيبة، هي المعلمة والمربية الفاضلة، وهي التي تصنع الرجال، وخاصة أم الشهداء، هي أم العالم كله. حقيقة اليوم بمناسبة عيد المرأة نشارك في هذه الأمسية والأسبوع الشعرية. المرأة طبعا نبع العطاء الذي لا ينضب أبدا، نقول لها في عيدها كل عام وهي بألف خير. قصيدتي عن فئة من النساء مهمشات، وهن جديرات بأن نهتم بهن، وهن من النساء السوريات القديرات اللواتي تعبنا وكدحنا في هذه الظروف القاسية. قصيدتي اسمها أنشودة الراعية. مدير الثقافة أشار إلى أن اللقاء الشعري يأتي ضمن مواكبة مديرية الثقافة للأيام العالمية، ومنه الاحتفال بيوم المرأة العالمي، مؤكدا أن المرأة السورية رمز العطاء والخير وشقيقة الرجل في بناء الوطن والدفاع عنه. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. وفقرتنا التالية سلمى مع عالم الطفولة، ويمكن مواضيع بتهم كتير من الأهالي. قديش سابقا يمكن كانوا أهالينا يقولولنا لا تترك حقك، اللي بيضربك تضربه، في فرق كتير كبير بين اللي بيضربك تضربه أو خلي مسافة أمان بينك وبين غيرك. كيف فيك تتعامل مع العنف يمكن الموجه إليك؟ حاذر من الناس اللي حواليك، خليك يمكن قريب من الناس اللي بتعرفه، الناس المجهولة اللي ما بتعرفهم لازم يكون في مسافة أمان. كيف فيني دافع عن نفسي؟ مفهوم الدفاع عن النفس للطفل، كيف فيني فهم الطفل قديش هيدا المفهوم كتير مهم بالحياة لتكوين شخصيته، لكن بطريقة يمكن سليمة وصحية. نحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا ضيفتنا الاستشارية الأسرية رهف سابحجي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك أستاذ رهف. حكينا بالمقدمة يمكن كتير في خيط رفيع بين الدفاع عن النفس وبين الاتجاه للعدوانية، هذا الشيء من أساس التربية عند الأهل. كيف بيقدروا الأهل يغرزوا خليني أقول هاي المبادئ عند الطفل وهن عم بيربوه ويحافظوا على هذا الحد الدقيق؟ هلا مثل ما حكيتي دائما في نوعين من الاهالي، يا اما دائما بيقولوا له لا للعنف، لا تقرب، اذا حدا ضربك معلش سامحه ولا تقرب عليه وبلا ما يضربك وبلا ما يأذي. والنوع الثاني بيقولوا له لا، انت لازم يلي بيضربك لازم تضربه، اذا ضربك كف تضربه اكثر، ولازم انت تدافع عن نفسك بكل قوتك. طبعا الاثنين هن غير صح، فلازم دائما يكون في توازن بين انه انت كيف تدافع عن نفسك لكن بنفس الوقت بدون ما تأذي الاخر. فهون بقى بيجي كيف طريقة التربية، طريقة وضع الافكار. وكمان في شغلة تانية، اوقات لما نعلم الاطفال الفنون القتالية هي شغلة كتير حلوة، وخاصة انه هي بتقوي عندهم الثقة بالنفس وبتخليهم يعرفوا كيف يدافعوا عن حالهم بطريقة صحيحة، وكيف مثلا إذا حدا هجم عليهم كيف ممكن يدافعوا عن حالهم بدون ما يأذوه، خاصة إذا كانوا بالمدرسة. فهذا الشيء بيعطيهم، مجرد الطفل صار عنده ثقة بنفسه فما بيعود حدا بيحاول يقرب عليه. وهي نقطة كتير مهمة، يعني كيف فينا فعلا
ننمي هي الفكرة عند الطفل، الثقة بالنفس، الدفاع عن النفس، لكن بطريقة مثل ما قلنا سليمة وصحيحة. قديش فيني بلش مع طفلي من هو صغير؟ يعني نحن من مفهوم السنتين بالروضة تلاقي الولد انه مثلا بيتقاتلوا بين بعض، بيلعبوا بين بعض، ما عنده هي المفاهيم. انت اللي هو يعني عنده مفهوم معرفي انت بيكتسبه من المحيط من الاهل. صحيح. كيف فينا نعلم المفاهيم الصحيحه لاطفالنا؟ يعني نحن ربينا مثلا، في ناس مثلا بتقول لك انه ابني مشكلجي، بيجي لعند امه بيقول لها بس هو ضرب، يعني انا ما بعمل مشاكل بس هو حتى ما بتسمعه صح، فكمان بتاثر سلبي على الشخص. أكيد لما الولد بيجي لعند أهله وصار في مشكلة بينه وبين رفيقه لازم يسمعوه ويسمعوا كل وجهة نظره بدون ما دغري يقولوا له لا وبيصير وما بيصير وعملت وساويت. لأنه مجرد ما مثلا بيجي الولد بيقول ماما أنا تخانقت أنا ورفيقي بالمدرسة، فدغري تخانقت أنت وياه، ضربك، ضربته، شو اللي صار، وين الأنسة، وين المدير، وين الكذا، فدغري بتعصب وبيطلع خلقه، فلا بتفهم الموضوع، وأوقات بتروح على المدرسة بيكون لسه ما فهمان شو الموضوع. أو أوقات كمان مثلا لما بتحكي مع ابنها فتتعاطف معه، فهي كمان لما بتروح المدرسة بتحاول أنه ما تفهم الموضوع كله بحذافيره. أوقات في أهل تلاقيهم بيحطوا الحق على أولادهم بشكل كتير كبير، لما بيروحوا على المدرسة بقى بيخانقوا بيعيطوا. هون بقى لازم دائما نعلم ابننا أو بنتنا ما بيكونوا صغار على الصراحة بيناتنا. كيف يعني الصراحة؟ طب الولد ليش أوقات ما بيكون صريح؟ لانه لما بيجي بده يحكي لامه او لابوه بخاف. تمام، بخاف. ليش؟ اول شيء بيعمل تيست، بيعمل تجارب، بشوف شلون ردت فعلهم، هل ردت فعلهم كانت عنيفه؟ اذا كانت عنيفه معناتها خلص ما بدي احكي لهم شيء بلاها. اما اذا لقاهم والله عم يتفهموني، والله عم يتقبلوا افكاري، فهون بقى ببلش بقى بياخذ وبيعطي معهم. فلما ببلش الولد بقى بياخذ وبيعطي، هون بقى شو اللي بصير؟ بصير انه بصير الاهل تمام هات لنشوف شو اللي سوى معك بالضبط. طيب خلينا نفكر بإذا مرة تانية صار معك نفس الموقف شو حتساوي؟ هي أهم نقطة. ما نقول نرجع لورا، دائما نحط إنه ماذا لو صار معنا نفس هذا الموقف، ماذا لو إجا رفيقك وزاحنك أو استفزك أو أزعجك، فأنت شو اللي بتعمله؟ شو بتساوي؟ فهون بقى ببلش بقى بصير مثل خلينا نقول مثل لعب أدوار. طريقة لعب الأدوار كتير مهمة. هلأ أوقات كتير لما كان ابن صغير فمرة قال لي في شخص لحقني وخفت وركضت وكذا، فوقتها قلت له لحظة، أوقات كتير أنت لما بتفرجي الخصم تبعك أنك خايف، أنه خايف فهو بيهجم عليك. أما إذا فرجيته وطلعت بعيونه وعملت كتير حركات بلغة الجسد تبعك تعطيك ثقة بنفسك وبتخليه انه عن جد يخاف منك حتى لو انت كنت صغير. بعدين بلشنا لما كان مثلا حدا يقرب عليه انت كيف تحرك له ايده. يعني مثلا حدا جاي بده يضربك، تمام، كيف انت مثلا خاصة الرفقات بينات بعضهم كيف انت تبعد له اياها بطريقة معينة. بعدين لما بلش يكبر شوي، مرة رجع من مدرسة متأخر قلت له ليش متأخر؟ قال في حدا من رفقاته صار في مشكلة فاستنى الكل لحتى يطلع من المدرسة لحتى طلع. قلت له لا لحظة تعال هون، معناتها خلينا نحن نتعلم احد الفنون القتاليه مو مشان نتقاتل مع العالم، لكن مشان نعرف اذا حدا هجم علينا شو الاسلوب المناسب يلي نحن ندافع عن نفسنا فيه. وبالفعل هذا الشيء اعطاه كثير ثقه بنفسه، وصار حتى بالمدرسه مجرد ما يقول لهم انا عم بلعب تايكوندو يعمل لهم كم حركه الكل صار يبعد عنه وكل صار يعمل له حساب. صار حتى لما يروح ما يخاف من العالم. طبعا اكيد يعني مو انه بيهجم، لكن هذا الشيء مجرد انه صار يثبت، صار يوقف، صار يتطلع، هذا الشيء بيعطي الخصم دائما خوف. فهي من اهم النقاط اللي لازم الاهل يعلموا الاولاد. طيب اوقات كثير في اهل بيقولوا لي بخاف انا ابني اذا علمته هدول الفنون القتاليه بصير بيتقاتل مع اخواته، بصير بيتقاتل مع رفقاته. هون بقى ببلش الوعي من وقت ما بيكون صغير الولد. مثل ما قلت لك لما بيكون في دائما في ثقه بينه وبين الاهل، في حوار متبادل، في دائما الاهل عم يعلموه، مو دائما يقولوا له لا غلط ما بيصير ليش هيك عملت، كثير مفردات ابني بيأذي، ابني بيضرب، ابني الحق عليه قدامه. يعني انت كمان بتساعدي بطريقه معينه بهي الشخصيه. صحيح. او على التليفون مثلا على اساس انه يعني هو صغير ما بيسمع او ما بيفهم، ونحن بنكون بتلاقي الام نازله عم تحكي عليه، فبعد شوي بيقول لها لا يبلش يأذي او شيء، تقول له ليش هيك عم تساوي؟ مو انت كنتي عم تحكي علي على التليفون مع تيتا او مع رفقاتك؟ ف
فأو مثلا لما الأم بتكون كمان ردة فعلها أو الأب عنيف مع الولد فالولد بيصير أوتوماتيكلي عنيف. واحيانا التعنيف اللفظي يعني في صحيح. يعني احيانا الاب او الام ممكن يكونوا عم يحكوا مع حدا شو هذا اللي صار والله لاضربه والله لساوي والله لشيل، فهن بيصير عندهم الضرب هو الوسيله الوحيده اللي بيتعلموا عليها لحتى يحلوا فيها المشاكل. مزبوط. هلا كمان اوقات الاولاد تلاقيهم مثلا اهلهم بالسياره مثلا الاب حدا كسر عليه لحش له شي كلمه ما بيلاقي غير بعد كم يوم الولد حكاها، فالاب بيعصب انه انت وين متعلمه، انه بتتذكر لما كنا بالسياره وانت حكيت هاي الكلمه. قديش الاولاد بتلقط من الاهل، الاهل هن قدوه الاساسيه، فدائما لما بيكون في دائما بدنا نبلش يعني نشوف اذا وحده دائما بيجوا تبع ابني طايش ابني عنيف بالبيت بيتقاتل هو واخواته، هذا اللي بيتقاتل هو واخواته معناته عنده في شيء معين عم يدور عليه، اما لفت نظر او في شيء بده يرجعهم انه انا هون موجود انا اقوى منكم. فهاب من حاول دائما نوجهه لنشاطات تانية. لما بنوجه هذا النشاط اللي عنده لشيء مفيد لاكتيفيتيز مفيده لإله بتطوره، فهذا الشيء بنكون نحن فرغنا له طاقاته احسن ما يقعد يتقاتل هو واخواته هو واهله بالبيت. يمكن حكينا نقط مهمة سلمى، قديش فينا فعلا نربي الطفل على مفاهيم صحيحة. خلينا نحكي بالمدرسة قديش بيلعب دور المحيط، يعني نحن ممكن نكون عطينا كل العوامل الصحية السليمة لكن بالمدرسة بتلاقي الموضوع مختلف، الطفل بيتعرض لتنمر كتير كبير، بتلاقيه في ردات فعل بيخاف. أعطيتي أمثلة مثلا على طفلك فهي عم يشوفها وبالآونة الأخيرة بشكل كتير كبير، يمكن في ظروف قاسية 10 سنين من الحرب ضغوط كتير كبيرة مرت على الأهالي وبتلاقي الطلاب الأطفال نوعا ما فيه بعض الرواسب موجودة. هلأ في فيلم اسمه وندر من فترة كان طالع، عن جد بتمنى كل عائلة تشوفه لحتى يعرفوا انه كيف الولد لما بصير عليه تنمر كيف هو فيه يجتاز هذا الشيء. هو كان شخص عنده تشوه خلقي بوشه، فهو كان دائما خايف ما راح على المدرسة الابتدائية، بعدين لما اهله حطوه بالاعدادي بلش بقى يخاف، بعدين شوي شوي كيف تأقلم كانوا رفقاته يتنمروا عليه، بعدين كيف صار قوي وصار عنده ثقة عالية بنفسه. المشكلة اذا الولد كان عنده قلة ثقة بنفسه بيكبر وهو عنده نفس الشيء. من فترة جتني استشارة على بنت يعني صار عمرها تقريبا 27 سنة وهي عندها قلة ثقة بنفسها ودائما بتشوف حالها هي مو حلوة ابدا. فهي قلة الثقة هي نتيجة طبعا رواسب، نتيجة مثلا اوقات الاهل بالبيت بيقولوا لها فلانة احلى منك انت مو كتير حلوة، فهذا الشيء هلا صار عمرها 27 سنه وهي عندها هي المشكله وعندها كثير مشكله انه بالتعامل مع العالم بتحاول تنزوي، اوقات كثير بتفوت بحالات اكتئاب، هذا الشيء كثير خطير. لذلك الاهل من وقت ما بيكون الولد صغير اذا لقوا عنده الا ثقه بالنفس لازم دغري يعالجوا هذا الموضوع، ما يقولوا انه مع الايام بيتعالج. اي مشكله بيشوفوها عند الولد ممكن تتعالج بشكل اسرع. لا وبيقولوا لك احنا مرينا بهيك ظروف، لا بس الشخص يختلف صح، الطبيعه تختلف، العمر بيختلف، الوقت بيختلف، كل الحياه بيختلف. كلها بتختلف صحيح. بين جيل وجيل صحيح صحيح، وخاصه هلا لما عم يشوفوا في عنا سوشيال ميديا، مو مثل عنا يعني عنا ما كان كثير هالتنمر على زماناتنا، يعني حتى كلمه تنمر ما كانت موجوده صحيح. يعني فكنا نتخانق ايه بس يعني مو لهالدرجه، لكن هلا صار في اكثر، صار في سوشيال ميديا، صار في اليوتيوب، وسائل التواصل هي عم تعمل مشاكل كثير كبيره وعم تاذي كثير الناس اكيد. ويمكن كمان عم ببعض الاحيان عم بيكون في شيء اسمه انتشار للتجارب، يعني هلا في اشخاص مثلا كانوا يستحوا يقولوا انه انا مثلا في حدا بيتمسخر علي او يتنمر علي، هلا لما صار في تشجيع صار ينحكى اكثر عن هذا الموضوع سواء بالاعلام او حتى على السوشيال ميديا، بلشت العالم تحس او تشوف المشاكل الصغيره وقديش اثرها. لهيك نحن اليوم عم نقول انه ممكن هي كلمات صغيره نحن عم نقولها بالبيت بس هي عم تترك اثر سلبي على تكوين شخصيه الطفل. قد ايه مهم يتم متابعه هذا الشيء ولامتى فينا نصلح؟ انا دائما بسال هذا السؤال، اوقات في ناس بتكتشف المشكله بعد عمر طويل مثل الحاله اللي قلتي عليها صحيح. 27 سنه، وفي ناس اوقات توصل لمراحل اكثر وهي ما مكتشفه مشاكلها للاسف. هلا كثير مهم
مثل ما قلنا انه الاهل دائما بدهم يكونوا متابعين اولادهم، متابعين اولادهم من جانب النفسي من تصرفاتهم. ما نقول انه الايام بتحلها، حاولوا دغري يشوفوا استشاري يعالجوا الموضوع بشكل فوري. اوقات المشكله مو عند الولد، عند الاهل. يعني اوقات كثير لما بيجينا بتجي ام تبعث لي انه انا ابني عنده مشكله، لا انا اللي بشوفك لك ما بتشوف الولد، لانه انت اللي بدك تعرفي كيف تتعاملي معه، انت اللي فيك تغيريه. اما انا وياه ممكن نشوفه جلسه جلستين فما حيتغير بشكل كلي. هون دائما الاهل لازم دائما تطور حالها، تقرا، تعمل دورات، اذا عندها اي مشكله تسال، تستفسر، وتستفسر مو على الفيسبوك مثل الجروبات. يعني الكارثة قصة الجروبات اللي على الفيسبوك، بتجي ام عندها مشكلة مع ابنها بتطرحها على الفيسبوك وبتلاقي كمية التعليقات يلي ما لها علاقة بالموضوع. تختلف مثل ما قلنا، صحيح العمر، المحيط كله بيختلف، بس قديش فيني بلش يعني لاتجنب كل هي التفاصيل وصل لمرحلة متأخرة من البداية؟ يعني نحن بنعرف اول سنتين الطفل بخزن كل شيء بيصير معه، وبعد السنتين هي بداية تكوين الشخصية. أنا لألعب على هيدا الموضوع، كيف فيني نمي هي التفاصيل عند طفلي، ما خلي يكون عنده هي المشاكل، يكون عنده في الثقة في النفس، يقدر يواجه. نحن بنلاقي الطفل مثلا خجول، خصوصا البنات، بتلاقي حدا فايت على البيت هنا صغار بيخبوشهم بيخجلوا. كيف فيني بلش من عمر السنتين شوي شوي مع قواعد أساسية لكل الناس اللي عم يتابعونا، مشان ما تقلك إنه والله أنا فقت مؤخرة، مر وقت وهلأ لانتبهت لأنه أنا موظفة، أنا مثلا عندي شغل كمان. هي التفاصيل كتير مهمة. هلأ أهم شغلة تعرف الأم شخصية ابنها. لما بتدرس أنواع الشخصيات، هي مو شرط نحن عم نقول دراسة مثل دراسة أكاديمية، لكن في كتير أوقات في شيء موجود على النت، في شيء بكتب، بمحاضرات، أوقات بيحكوا عن أنماط الشخصيات عند الأطفال. فالأم لما بتجي بتقول آه أنا هيك نمط شخصية ابني، أوكي معناتها كيف طريقة التعامل؟ المراقبة الدائمة، مو يعني مراقبة ضل على الدعسة، لا، شوفه مثلا عاد العب انا وياه. اوقات كثير الام لما بتلعب مع ابنها بالعاب معينه فهي بتكتشف فعل. تمام، بتكتشف ردات فعل، بتكتشف شخصيته. لما بتراقبه من بعيد لبعيد تراقب كل السلوكيات، مو بس السلوكيات السلبيه. ودائما في شغله الولد بحب انه نظهر له الشغلات الايجابيه فيه لحتى نعززها. يعني بدل ما دائما تقول له انت مؤذي، انت مو منيح، واوقات كثير بيكون ما له مؤذي لكن ما حدا بيشوف هذا الشيء. فلما بتلاقيه قاعد مثلا مع يعني اموره كلها تمام، تدعمه، تعطيه رسائل ايجابيه، هون بقى بصير عنده ثقه بالنفس. دائما لو ارتكب غلط يعني فيه تدعمه، يعني حتى لو الطفل ارتكب غلط تدعمه انه انت غلطت بس انا بحبك. لو غلطت هي من مفهوم كمان مختلف. الحب، الحب نهائيا ما نقرب على الحب. ماما بتحبيني، ايه انا بحبك، ليش؟ لانك ابني. ماما تحبيني، ايه لانك بنتي. لا، الحب مختلف، ما دخل هي الحب. فبس لكن دائما اقول له اوكي انت مثلا كسرت الكاسه، ماما مره ثانيه اذا سمحت تنتبه كثير انت وماسكها، لانه انت عندك قوه بايدك، انت وماسك الكاسه فاكيد حتمسكها هيك وحتمسكها بقوه وحتنتبه وتمشي شوي شوي، لانه حنلعب لعبه التوازن مثلا، نعملها كفن، نعملها كلعبة، نعملها لما نعمل هيك. هلأ أوقات كتير لها بيقولوا ما عنا خلق نحكي هدول الكلمات، أوكي هلأ بقى هون هذا خيارك، خيارك كأم. إما هتشتغلي بردات الفعل السريعة والخناق يلي بعدين هتلاقي النتائج واللي هترجع عليكي بالضرر، لأنه بعدين الولد بصير بيحكي مثل ما بتحكي أمه تماما، تقول له ليش هكم تحكي، شو قلة الأدب، لا لحظة لحظة ما انت هيك كنتي تحاكيني. فدغري بتلاقيه ردة فعله رهيبة. من هون بقى الام بتعلش بتبلش تدرب حالها. فهون بقى مهمة الام، بلش تدرب حالها الام الام عن جد مهمة الام وسهلة ابدا، الله يعطيها الظروف العافية، بس بدها تهدي حالها. لحقنا نوجه تحية لكل الامهات، أيوة يعني ما فينا نقول اللوم دائما على الام، هي شراكة بالاخير طبعا، والاب له دور كبير. صحيح الاب للاسف تلاقيه كثير هو مهمش حاله عن التربية، هو معتبر حاله انا بجيب مصاري وبس. لحظة انت وين؟ انت بدك تساعد بالتربية، مو تساعد بالتربية بالخناق وبالعياط. لا تعرف كمان الاب لازمه تدريب، لازمه يعرف ويدرس ويقرا،
هاي الحياة مشتركة، مو الأم هي دائما كل شيء الحق عليها وهي اللي بدها تتحمل كل المسؤوليات. أكيد وولادنا بالنهاية هن الاستثمار لنا بالحياة، يعني قد ما بنستثمر فيهم صح رح يرجع علينا بالكبر صح. بدنا نشكر وجودك معنا على كل هاي المعلومات اللي عطتينا إياها، ويمكن قبل ما نختم بدنا ناخذ نصيحة اليوم هيك موجز صغير من كل شيء حكيناه بما يخص التفريق بين العدائية وبين الدفاع عن النفس، المبادئ الأساسية اللي نعلمها لأطفالنا. أول شيء الدفاع عن النفس هو أنه أنا أعرف إذا حدا هجم علي كيف بعده عني بدون ما أأذيه، بينما أنه روح أضربه يعني روح أأذيه، فهون كمان بصير الحق عليه والحق بيكون الحق معه بصير الحق عليه. فهون لما مفهم الولد أنه أنت لما بدك تدافع عن حالك ليكون بقدر معين بنسبة معينة، فدائما مثل ما حكينا الحوار بين الطفل وأمه، الطفل وأبوه، تعرف الأم والأب شخصية الطفل وكيف طرق التعامل معه، وإذا في أي مشكلة نحلها دغري ونعزز دائما الإيجابية والثقة بالنفس. بالختام نتشكر وجودك معنا، شكرا لك. شكرا لكم. الاختصاصية بالاستشارة الأسرية رهف تسابحجي، شكرا لك. شكرا لكم. نتشكرك أكيد على وجودك معنا، بنوجه تحية كمان لكل الأمهات، ويمكن فينا نقول بالحب فينا دائما نحصد أكيد كثير من النتائج الجميلة مع أطفالنا. أما هلأ سلمى بننتقل لموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي شيرين. يسعد صباحك شيرين. صباح الخير نور. صباح الخير سلمى. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقلته عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للسيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد من الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الرئيس شين وجه رسالة إلى الرئيس الأسد عبر فيها وزوجته عن تعاطفهما وتمنياتهما للرئيس الأسد والسيدة أسماء بالشفاء العاجل من كوفيد 19. وأكد الرئيس شين أن الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة جهود مكافحة 19 التي تبذلها سوريا حكومة وشعبا، معربا عن إيمانه بأن في ظل قيادة الرئيس الأسد سيهزم الشعب السوري كوفيد 19. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أعرب عن أمله بأن تكون إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس كورونا خفيفة، مبديا استعداد موسكو للمساعدة في الأمر. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينظر بالأمر على الفور إذا طلب الرئيس الأسد المساعدة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي بسياستها المطبقة ما هي إلا استمرار للاستعمار بشكل حديث. وقال معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ردا على تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن ما قدمه الاتحاد الأوروبي لسوريا لم يكن في يوم من الأيام منحا أو عطاءات، بل كان قروضا تسدد دوريا من أموال الشعب السوري. وشدد سوسان على أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي رحلت عن سوريا كما رحل الاستعمار، ولن تعود تحت أي مسمى، لا عملية سياسية ترضيهم ولا انتخابات تحقق آمالهم. أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز عسكرية جديدة إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بريف الحسك الجنوبي. وقالت مصادر أهلية أن 10 شاحنات تحمل 7 حاويات خشبية و3 راجمات صواريخ دخلت إلى مدينة الشدادي واتجهت إلى مقر قاعدة الاحتلال في المدينة. ورجحت المصادر أن الحاويات الخشبية تحوي أسلحة ومعدات خاصة بإطلاق الصواريخ التي تم تزويد القواعد بها مؤخراً. داهمت مجموعة مسلحة من ميليشيا قسد حي النشوة الغربي بمدينة الحسكة وخطفت عددا من أبنائه وساقتهم عنوة إلى معسكرات تابعة لها. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة مسلحة تابعة للميليشيا داهمت عددا من المنازل في حي النشوة الغربية وأطلقت الرصاص الكثيف بعد تطويق الحي لتفريق الأهالي الذين تجمعوا لمنعهم من خطف أبنائهم، ما دفع الميليشيا إلى استخدام التعزيزات لإكمال عملية المداهمة والخطف. مشاهدينا نهاية الموجز، عودة إليك نور.
شكرا لك شيرين. اما هلا مشاهدينا بننتقل لقنا الأخيرة والطبية لليوم. أكيد نور، رح نحكي عن فكرة كتير مهمة وخصوصا بهذا الوقت اللي عم نعيش فيه. نعرف أنه كمان تكاليف صارت زايدة بكل شيء بالحياة، كان الطبابة وغيرها. رح نحكي عن منصة صحة الفم السورية، فكرة انطلقت لتصير منصة تساعد كل شخص بنصيحة تتعلق بالصحة الفموية، ممكن يكون إجابات وحتى استشارات مجانية بطريقة كتير بسيطة من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، لنعرف أيضا عن هاي الاستشارات وكيف ممكن يكون أيضا على الأرض موجودة. وهي المنصة اللي أطلقت بالتعاون مع جامعة دمشق، نتعرف على هدفها. معنا دكتورة أريج نجهاني والدكتور مهند حمود مشرفين على المنصة. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخيرات. يسعد صباحكم. بالبداية مثل ما قلنا بصباحنا غير دائما، يعني الطلاب السوريين في لهم ابداع وتميز، في ابتكارات بتحاولوا تستثمروها بما يتاح ضمن الواقع الحالي. خلينا نحكي عن هي الفكره مع الدكتوره اريج، منصه الفم السوريه، كيف اجت الفكره؟ من وين؟ كيف بلشتوا فيها؟ اول شيء صباح الخير. هلا فكره منصه صحه الفم السوريه هي بالاساس عباره عن توسع. نحن موجودين كنا كفريق بمجموعه من الشباب والشابات ضمن منصه الصحه السوريه من الدوز، بس بالفترة الأخيرة كلياتنا شفنا إنه الإمكانيات المادية صارت صعبة شوي، عيادات أطباء الأسنان صارت شوي غالية، مو كل الناس عندها القدرة عليها. صحيح. بالإضافة للوعي غير الكافي، فكان من الضروري إنه نحن نتوسع أكثر، نكبر هذا الفريق أكثر من فريق ضمن منصة الصحة السورية لمنصة شاملة بطب الفم والأسنان. خاصة أنه بالفترة الأخيرة كمان أطلقنا منصة تخصصية دوائية مختصة بعلوم الصيدلة، فكانت كان وجود هي المنصة ضروري. أكيد. يعني دكتور مهند، لما اليوم نحكي عن صحة الفم يمكن شوي ناس ممكن تستغرب أنه أنا ممكن حدا يقدر يعطيني استشارة من دون ما يشوفني، أنه كيف ممكن تتم هاي الآلية؟ إذا بنشرح أكثر فكرة منصة صحة الفم. هلا منصة صحة الفم السورية هي كجزء أساسي رح تقدم توعية، استشارات مجانية لأغلب الناس. هلا من هي الاستشارات إنه حدا يطلب مننا مثلا شيء وقائي، مثلا أنا كم مرة ممكن فرش أسناني باليوم؟ لا مثلا بعد ما رجع من طبيب الأسنان عم يعاني من ألم معين، مثلا يا ترى هذا الألم هو نتيجة مشكلة حقيقية نتيجة المعالجة أو هو ألم عادي لاحق للمعالجة؟ إحنا ممكن نوضح هذا الشيء. أو مثلا شخص بعمره ما راح لعن طبيب الأسنان يسألنا مثلا أنا عم عاني من ألم مبرح بخليني استيقظ بالليل، إحنا منوجهه لأنه هذا أنه ألم ناتج عن التهاب لبي غير ردود، لازم تراجع طبيب الأسنان بأقصى سرعة لحتى يعمل لك معالجة لبي. وكجزء أساسي من منصتنا وسبب المقام الأول اللي بنعتبره سبب أساسي هو وجود مبادرة أسنانك علينا. أسنانك علينا اللي هي البيئة المنظمة للعلاقة اللي كانت أصلاً موجودة بين طلاب طب الأسنان بكليات سوريا كلها وبين المرضى. هي العلاقة اللي موجودة أصلاً كانت تحت رعاية الكليات، كليات طب الأسنان السورية. فنحن كمان فوراً توجهنا للمسؤولين عنها اللي هي الكلية طب الأسنان متمثلة بالعمادة عند الأستاذ الدكتور محمد أسامة الجبان. طرحنا عليه الفكرة، كان كثير إنسان متقبل وكثير متعاون، وجهنا فورا للنائب العلمي اللي هو الأستاذ علاء السلوم وتناقشنا بالأفكار وبالآليات. وكان ضمن الأفكار هو أنه نحن نعتمد بالتشخيص اللي هو الأساس بعملية المعالجة على قسم طب الفم بكليتنا. وتناقشنا طبعا مع الأهلية مع رئيس هذا القسم الدكتورة عبير جوجو، إلى كتير كل الشكر والاحترام. أكيد نوجه شكر لكل الأسماء والدكاترة اللي ذكرتهم. دكتورة أريج، يمكن مفهوم طب الأسنان أو دكتور الأسنان عند كتير من الناس بيخافوا منه، يمكن في كتير من الأطفال كمان بتلاقيها بتخاف تروح على دكتور أسنان. هاي المنصة يعني اليوم عم نشوف استخدام للسوشيال ميديا اليوم بطريقة كتير إيجابية وصحيحة، هاي المنصة قديش بتساعد الأهالي اليوم بالإضافة للتكلفة كمان تجنب الذهاب لدكتور أسنان، لأنه بنعرف أنه هو يمكن آخر خيار بالنسبة لإلنا. تماماً. هلا منصتنا فينا نقول انه هي رح تكون عياده سنيه فمويه عم توصل اي معلومه ممكن يحتاجها اي شخص،
او اي مريض بيعاني من مشكله فمويه. هلا اكيد ما رح نقول كل شيء لانه ما معقوله نعمل معالجه او تشخيص صعب يعني على السوشيال ميديا، بس في استشارات مجانيه، في معلومات تثقيفيه، فيديوهات توعويه، احيانا كمان في صور تشخيصيه ممكن تنبه الشخص مثلا الحاله هي موجوده عنده وما بيعرف شو هي، او انه خلص شغله يعني مثلا آفة عندي بتمي أنا هاملة من زمان ما بتوجعني. لما نشوف صورة تشخيصية عن هي الآفة فممكن ينتبه أنه أنا لا في مشكلة حقيقية، أنا لازم أواجه طبيب الأسنان أو روح على طبيب الأسنان. فهنا الفكرة أنه نحن عم نقدم معلومات بطريقة بسيطة، صور مفهومة للعامة، مثل ما عم قلك أكيد بالإضافة للاستشارات المجانية اللي بدها تكون عن طريق بريد صفحتنا. بيقدر أي شخص إنه هو يبعث لنا رسالة يعني، وبصير التواصل عن طريق أريثما إنه هو يقدر يتوجه لطبيب الأسنان. طيب دكتور مهند، حكيت عن فكرة كتير مهمة اللي هي التعاون بين كلية طب الأسنان والمنصة الصحة. طبعا أكيد بنعرف إنه في عنا عيادات مجانية كانت موجودة دائما بكليات الطب، منها هي فرصة بيتدرب فيها الأطباء ومنها فعلا بيكون شيء عملي وبيساعد الناس، اللي ممكن في كتير ناس مستفيدة كانت تستفيد من هذا الشيء بسبب طبعا الوضع المعيشي وما إلى ذلك. هل رح يكون في لكم استشارات موجودة على الأرض ولا فقط رح تكتفوا بالاستشارات المجانية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ مثل ما حكينا نحن اللي فينا نقدمه راح نقدمه من استشارات مجانية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تنظيم العلاقة مثل ما حكينا اللي هي قائمة أصلا. فنحن راح هدفنا هو أصلا تعزيز هي العلاقة، نخليها بيئة منظمة أكثر مشان تكون أكثر إنتاجية. راح تزيد عندنا الحالات المرضى المعالجة، راح يزداد عندنا المستوى الصحة والمستوى الوعي. فبالتالي نحن نقدم الاستشاره ورح نقدم العلاج من خلال نحن اطباء، يعني نحن عم نقدم هي العلاج ضمن الكليه. بالختام شو بتحبوا توجهوا كلمه بالاخير دكتوره ريج وحضرتك، وفي يمكن نقول مراحل قادمه لهذا المشروع نشوف المنصه متوسعه بشكل اكبر؟ هلا طالما نحن بلشنا بهذا المشروع فاكيد الاستمراريه هي مسؤوليه يعني على عاتقنا. أي خطة هي قابلة للتحديث وللتطوير بسبيل أنه هي توصل للشيء اللي نحن بدنا اياه. هلأ خطط مستقبلية أكيد نحن حالياً عم نشتغل مشروعنا بلشناه ضمن الجامعة دمشق، أكيد بالمستقبل عم نسعى أنه نحن نوسع يعني مشروعنا أكثر ليشمل كل الجامعات السورية الخاصة والحكومية. كلمة الأخيرة دكتور مهند. الكلمة الأخيرة اللي بدنا نوجهها إنه صحة الفم السورية مفهوم ما كثير مطروق عنا بالمجتمع السوري، يا ريت نحن ننتبه له. يعني حتى الصيدلة يعني كانت كمان فينا نقول مفهوم ما كثير أغلب الناس واعية عليه. فنحن بدنا نتوجه هلا لمنصتنا من منصة الصحة السورية الميدوز ونفهم هي المصطلحات، المنصة الدوائية ومنصة صحة الفم السورية، ونكون أعضاء فاعلين بهذا الشيء. مثل ما قلت المنصة السورية هي متاحة للجميع، يعني الواحد بداخل بيته بدون ما يتكلف أي شيء ممكن يحصل على معلومة مهمة وتفيده ببساطة. بالختام نشكر وجودكم معنا، شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق وأكيد كمان لمنصة الصحة السورية ميد دوز اللي كانت فاعلة جدا خلال سنوات من العمل وخصوصا السنة بكورونا كمان إلها كان مبادرات. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لحضرتكم وللأخبارية السورية اللي أتحت لنا. شكرا لكم. نشكركم أكيد إن شاء الله هيك بنستضيفكم بمشاريع ومنصات أكبر على مستوى مو فقط سوريا والعالم. شكرا كثير لكم. شكرا لك. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، حاولنا خلال ساعة وربع نكون خفاف على قلبكم نقدم لكم معلومة مهمة ومفيدة. بالختام دائما تحيتنا لحراس الأمن والأمان رجال الجيش العربي السوري وللرجال البيض أيضا، لجميع الدكاترة اللي عم يقوموا بمجهود جبار ضمن ظروف صحية استثنائية عم يعيشها العالم بأسره. أكيد نور، بدي أتمنى لك بقية نهار سعيد ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. مثل العادة ما قدر يحضرنا هلا بيقدر يشوفنا بالإعادة الساعة واحدة ليلا، مقتطفات من الفقرات بتنزل على صفحة الإخبارية وصفحة صباحنا غير. لا تنسوا تراسلونا بأي شيء بتحبوا يكون موجود ضمن محطاتنا الصباحية. أكيد كل الصحة لكم والعافية، ديروا بالكم على حالكم، احنا ما زلنا بفيروس كورونا وبالجائحة المستمرة عالميا وخصوصا هلا بالموجة
الموجة الثالثة الإجراءات الاحترازية، ثم الإجراءات الاحترازية هي السبيل الوحيد لنوقي نفسنا من الإصابة بالفيروس. تضلوا بألف خير، وأكيد الشكر موصول لكم للمتابعة، والشكر لمطعم بيرلاند على استضافتنا. شكرا لكم، باي باي.